السلام عليكم. واحد من ساكنات الحي المحمدي كاريان سنترال متشردين، هاد الناس اللي كتشوفوا فيهم ها همايا، هادو الحداد القليل اللي حاضر، كاينين الناس اخرين اللي غايبين عده مشاكل. انا واحد منهم، تزوجت في 2000 في العمر ديالي 61 سنه، عندي بنت عندي 20 عام. يقول لك بان عطى الحقوق لجميع الساكنه، هاد السيد كذب علينا وشردنا وفرقنا لنا كاريان وهدم لنا البرارك فوق ريوسنا، ولا احنا بلا تسويه بلا تعادل بلا حق بلا قانون. هاد السيد ظلمنا وتعدى علينا وشردنا وشرد جميع الساكنه الكاريان، الناس اللي كتعاني من الهشاش ومن الفقر، كاينين الناس اللي معطوبين، كاينين الناس اللي فقراء اللي ما عندوش باش يكريو. حنا كنعيشوا واحد المعاناه، حنا كناشدوا بصاحب الجلاله نصره الله لانه باش يتدخل في هذه القضيه ويعطينا الحق ديالنا ويشوف لنا المشروع ديالنا اللي ضاع من حقنا والحق اللي ضاع من يدينا، وكيقولوا لينا بانه عطاو لينا. انا واحد من الساكنه اللي دوزت ثلاثه الكاريانات، زدت في كاريان عيد العرش وكبرت في كاريان السوق وعدت في كاريان القبله، وفي الاخير كيجيو كيقولوا لي انت ماشي ولد كاريان، ما عمرك سكنتي في الكاريان. اللهم ان هذا منكر. حنا في وقفه احتجاجيه، هذه الوقفه الاحتجاجيه واقع لها الالف ولا الالف وشي حاجه. هاد المسؤولين ديال هاد الجماعه هي المسؤوله على الترياب، وهي المسؤوله على الضياع ديالنا، وهي المسؤوله على التشرد ديالنا. كلشي مشى، حتى حاجه ما بقات. اللي بقى لينا هو نبقاو منشورين بحالكم قدام هذاك. هاد الوقت الناس راه كيمشيو يقلبوا على ارزاقهم، عندهم حياه ديالهم، عندهم هذاك، ولكن حنا ولينا هذه هي الحياه ديالنا، هي الشارع. حنا عرضه دابا على الشارع، ما كاينش اللي كيديها فينا. حنا الساكنه ديال كاريان سنترال اللي ريبوا لينا المده دابا باش ترياب، وقبل ترياب 10 سنين وحنا في المشاكل، 10 سنين وحنا في الضياع، 10 سنين وحنا في التشرد. ليومنا هذا وحنا كنعانيو التشرد. المشكل اللي واقع لينا ما بين العماله والجماعه، حنا بغا نعرفوا شكون اللي مسؤول على الجماعه وعلى العماله. حيت ملي كنجيو للجماعه وعندنا الرئيس ديال اللجنه اللي هو الباشا، ملي كنجيو عنده ما كيعطينا اعتبار، ما كيتحاور معنا قانونيا، ما حتى شي حاجه. ملي كنمشيو للعماله اللي اصلا ملي كتمشي عند شي مسؤول وما كيتحاورش معاك، راه كتلتجئ المسؤول كبر منه. ملي مشينا للعماله ما كيخلوناش ندخلوا عند العامل، مع العلم ان عندنا طلب مقابله وطلب استعطافي وعندنا جميع الوثائق كتدل باننا كنمشيو قانونيا وكنطالبوا باش يتحاوروا معنا، ما كاينش الحوار. مشينا لعند مدير الديوان ما تحاورش معانا، ملي كنمشيو عندو كيصيفطنا عند الكاتب، الكاتب كيقول لينا ما عندوش باش يهضر معاكم، كيقول لكم بالله ما بقاش منسوب عليكم. عندنا دابا غير كيطونس جناه من الرباط، بغيناهم يتحاوروا معانا غير عليه، غير على هذا الرقم هذا يتحاوروا معانا عليه ويعطيونا عليه جواب. ما كاينش اللي كيتحاور معانا، حنا غاديين قانونيا، وكيقول لك بان اي اداره كتمشي ليها من حقها باش تحاور معاك. عاد الكيطونس هذا بغينا على الرد ديالو، ما كاينش اللي تحاور معنا عليه. هذا الكود هذا خاصنا ضروري الباشا ديال الجماعه الحضاريه ديال عين السبع، الباشا خاصو يتحاور معنا وخاصو يجلس معنا ويعطينا حوار على هذا الرد هذا ديال الجواب اللي حنا دفعنا شكايه ديالو الرباط. ما كاينش كيتحاور معانا، حنا قانونيا حتى شي مسؤول ما كيتحاور معانا. انه حنا ملي كنجيو عدد المسؤول باش يتحاور معانا ما كاينش الحوار معاه. مشينا الناس مشينا الرباط، مشينا وزاره الداخليه، عطاونا ورقه بانه اوتوريزاسيون باش اننا نجيو لهنايا لعند العامل باش يستقبلنا. جينا عند العامل، من خرج عندنا سعد الباشا لانه خرج عندنا العماله، ملي خرج عندنا وجبنا له ورقه بان اوتوريزاسيون، عطاونا وزاره الداخليه باش انه ندخلوا عليه يستقبلنا العامل. دابا لحد الان 20 يوم الباشا ما كيجيش للجماعه. واش المسؤول خايف من الساكنه، ولا انه خايف من الساكنه عارف ان الساكنه على حق بالاستفاده ديالها؟ حنا ما كنتكلموش دور هكاك واش باغي نستفاد هكاك، راه عندنا وراقينا، راه عندنا وراقينا بانه مصيفط، عندنا استفاده ديال الورقه، راه عندنا وراقينا كاملين، وهاد الناس ما كيستقبلوناش وراقينا. وهاد الرساله كنوجهها لمحمد السادس الملك البلاد باش يتدخل في هاد المسؤوليه هادي، انه كشعبه. وكي قلت جات الملك في الخطاب ديالك تقريب المواطن من الاداره، هاد الناس هادو ما كايناش الاداره، ما كاينش المسؤول اللي كيقرب المواطن. وهاد الرساله اللي كنوجهها لصاحب الجلاله، كنتمنى توصل جميع الشعب المغربي بانه يوقف مع الساكنه كاريان سنترال. كاريان سنترال رمز للحي محمدي، رمز المقاومه. اول قرطاسه الضربات في المقاومه هي كاريان سنترال، واول ناس في المقاومه كانوا في المغرب هو كاريان سنترال. وحشومه يوصل للتهميشه الساكنه، وصل لها التهميشه.